بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نبدي موضوع من الأمراض الجلدية الشائعة، وهو مرض حبة بغداد أو الاسم العلمي داء الليشمانية الجلدية. المسبب إليه وهو مرض طفيلي، يسببه طفيلي يعرف بالليشمانية، وهو وحيد الخلية، نوع من الذباب الصغير الذي لا يصدر أصواتا ودائما يعيش في الأماكن الرطبة الحارة، لذلك فإن هذا المرض يكثر في فصل الصيف. هذه الحشرة تسمى ذبابة الرمل، وهي صغيرة تعيش على دم الإنسان وعلى الحيوانات السائبة. عادة لا تصدر صوت عند طيرانها، وتكثر كثيرا في الأجواء الحارة وخاصة في فترة الليل، عادة في الأماكن المكشوفة وخارج المدن. ذبابة الرمل تعيش على دم الإنسان وتنقل العدوى عن طريق لدغ الحيوانات مثل الكلاب، الحيوانات السائبة، القوارض التي تحمل هذا الطفيلي. فعند لدغ هذه الحيوانات فهذه الحشرة تمتص الدم المحمل بالطفيليات، بعدين هذه الطفيليات تذهب إلى المعدة البعوضة تتكاثر، وبعدين هذه الحشرة عندما تلدغ إنسان سليم أو حيوان غير مصاب فإنها سوف تنقل المرض إلى الإنسان السليم، حيث تزرق هذه الطفيليات إلى داخل جلد الإنسان السليم. هذه الطفيليات سوف تتكاثر في الجلد، تكون نوعين من الأعراض المرضية. فعندما تلسع هذه الحشرة الأماكن المكشوفة من الجلد، وخصوصا أثناء النوم وفي العراء خاصة المكانات الريفية، فإنها سوف تكون قلنا نوعين من الأعراض. النوع الأول نسميه الحبة الجافة، والتي تتميز بتكون حبة صغيرة بعد لدغة البعوضة، وعادة تكون فترة الحضانة من أسابيع إلى 8 أشهر. تكون حبة صغيرة بدون ألم، تكثر وتكبر تدريجيا إلى أن تصل في بعض الأحيان إلى 2 سنتيم، وتكون مغطاة بصديد جاف. هذا الصديد الجاف في بعض الأحيان يرفع، وفي بعض الأحيان تصاب بعدوى بكتيرية ثانوية تسبب الألم، ولكن الحبة الجافة عادة لا تسبب أي ألم أو حكة، وتكبر تدريجيا إلى أن تصل في بعض الأحيان إلى 2 سنتيم. عادة تكون هذه الحبة واحدة أو تكون متعددة، تعتمد على عدد اللدغات، وهذه الحبة الجافة عادة تكون في المدن. النوع الثاني وهو الحبة الرطبة أو المتقرحة، تتميز بتقرح وسط الحبة، وهذا التقرح يكبر تدريجيا إلى أن يصل في بعض الأحيان إلى 4 أو 5 سنتيم، وتكون عادة في الأماكن الريفية. عند شفاء هذه الحبة تترك أثر مشوه في جسم الإنسان، وخاصة في الأماكن المهمة مثل الوجه أو اليدين. في بعض الأحيان يكون مصاحب للإصابة الجلدية التهاب بالعقد اللمفاوية القريب من الحبة، وهذه عادة ليست خطيرة. الشفاء عادة تأخذ فترة طويلة لكي تشفى، من 6 أشهر إلى 1.5 سنة، تترك أثر مشوه خاصة لدى الأطفال. أهم شيء في هذا المرض هو طرق الوقاية. لماذا طرق الوقاية؟ لأنه لا يوجد لقاح ضد مرض حبة بغداد أو داء الليشمانية الجلدية، لحد الآن لا يوجد أي لقاح لمنع المرض. المواد أو جنوب الخروج في الأماكن التي تكثر فيها هذه الأمراض، يعني الأماكن الريفية خاصة في فصل الصيف. استخدام الملابس الطويلة، طويلة الأكمام، ذات أكمام طويلة وسراويل طويلة، دهان جلد الإنسان بكريم طارد للحشرات يسمى بالديت، وهو يمنع لدغة الحشرات على جلد الإنسان. رش المناطق الموبوءة بالمبيدات الحشرية لقتل هذا البعوض. ثانيا البقاء في مكانات مكيفة الهواء. بعد
رفع الأنقاض والنفايات. ثالثا القضاء على الحيوانات السائبة. بالنسبة للعلاج يختلف العلاج من شخص إلى آخر وحسب العمر وحسب عدد الحبات، فإذا كان الشخص مصاب بحبة واحدة فيفضل العلاج المعروف بالبنتوستام وهو موجود ومتوفر في مستشفياتنا. عادة يتم المعالجة بزرق موضع لهذه الحبة مرة واحدة كل أسبوع. عدد الجلسات تعتمد على حجم الحبة، تتراوح من 5 إلى 10 جلسات. أما إذا كان المريض مصاب بأكثر من حبة حبوب متعددة فيفضل الزرق العضلي يوميا لمدة 28 يوما. لماذا؟ لأن الزرق الموضعي سوف يكون مؤلما جدا. إذا كان المريض مصاب بحبة بغداد معها التهابات بكتيرية فيفضل أنه يعطى مضادات حيوية موضعية وعن طريق الفم. في بعض الأحيان المريض يأتي متأخرا ومصاب بالتشوهات في الجلد، إذا كانت هناك كثير من التشوهات فيفضل مراجعة طبيب التجميل لمعالجة هذه التشوهات. هذا مختصر فيما يخص حبة بغداد أو داء الليشمانية الجلدية. أبعدكم الله عنها ودمتم بالسلام والتوفيق. شكرا جزيلا. فاضل عباس عبد الرسول الصفار، أستاذ مساعد في كلية طب ميسان اختصاص أمراض جلدية وحساسية.